هو كلمة السيد الرئيس يعني وإن كانت اتقالت لي أنا، ولكن هي كانت رسالة أبعد، كانت رسالة لكل امرأة مصرية، إن مش هو الفستان أبدا ولكن هي الجوهر، الأخلاق بتاعتنا هي اللي في النهاية، إنك تقول فلانة دي كويسة أو مش كويسة، مش الزي الخارجي إطلاقا ولكن الجوهر، وده المهم. فطبعا كانت كلمة جميلة جدا وسام على صدر زي ما أنا قلت، ولكن كان بيعني بيها كل السيدات. وهو واضح أن السيد الرئيس بيحترم جدا المرأة، بيحترم الأم والزوجة والابنة، فالمرأة المصرية عايشة مرحلة عظيمة جدا، يعني عندنا كذا وزيرة ما شاء الله في الوزارة.